فيديو النهاردة على تقطيع المانجا. تعالوا مع بعض النهاردة نقطع المانجا بطريقة سهلة وبسيطة، 3 أفكار أسهل وأي من حد بعض. يقدر يقطعها أو يزين بيها الترت. النهاردة معايا 3 طرق لتقطيع المانجا. أول حاجة، أنا بجيب المانجاية بغسلها كويس جدا، وبعدين ببدأ أقطعها كده وأعملها شرايح بالطول وبالعرض، شايفين؟ وببدأ بالصابع الكبير ده، هقفلها وهفتحها لكم من أول تاني. ببدأ أقفلها كده بالراحة، وبعدين بالصابع ده واروح اسمعها كده وبتتفتح معايا كده كده كده. طبعا بتزين بيها الترت او اي حاجه انتوا حابين تزينوا بيها. اهم حاجه ان المانجا تكون ماسكه نفسها شويه. طيب الطريقه التانية، نروح شايلين الحته اللي فوق دي بسن السكينه بالشكل ده، ايون، وبعدين هروح جايه كده بعقلتين وعقلتين، وهاخد النص بالظبط واروح قلبها كده وفتحها بالشكل ده. وبكده ممكن تاكليها بالمعلقه، وممكن تاخدي اللي فيها وتعمليها عصير. حلوه جدا 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 الطريقه دي، وعلى فكره بتبقى حلوه جدا جدا لو فتحتيها للضيوف بالشكل ده. الضيف بياكلها عادي بدون اي احراج، وفي نفس الوقت من غير ما تبهدلوا نفسكم او اطفالكم يبهدلوا نفسكم، شايفين؟ تحفه. يعني الطريقتين ينفع ان انتي تقدميهم للضيوف بالشكل ده، حاجه كده اتيكيت وفي نفس الوقت شكلها حلو. ايوه شايفين من جوه، سهل جدا ان احنا نطلعها بالمعلقه، يعني سهل قوي قوي نطلع كل الحشوه اللي فيها بالمعلقه. وكمان الطريقه دي اللي هي الاولانيه ممكن بالمكعبات الصغيره دي برضو نقطعها بسهوله، والله ولا اسهل من كده. طبعا الطريقه اللي احنا بنحبها يعني غير كده خالص. نيجي بقى على الطريقه الثالثه، ونيجي برضو اهو نروح ماسكين الحته اللي فوق كده ونقشر كل المانجيه. ايوه تقشير المانجا بقى اللي هو العادي، ممكن نعملها شرايح جوليان او ممكن نقطعها مكعبات على حسب. انا هنا قطعتها بقت نظيفه بالشكل ده، ايون. وعلى فكره القشر احنا بنستخدمه وبنرمهوش. ببدا ان انا اقطعها كده زي ما انتم شايفين حلقات او جوليان، وببدا بقى المكعبات على حسب التقطيع. شايفين نضفتها ازاي؟ برضو كده ممكن تقدموها تعملوها مكعبات وتحطوا جنبها شوكه كده او معلقه، والضيف ياكلها بكل سهوله. برضو نقدمها في كاسات او في كوبايات او في اطباق صغيره. ايوان كده معايا ال3 طرق الجامدين السهلين دولت. طبعا الطريقه التقليديه اللي احنا بناكلها بدون قشر بدون اي حاجه، احنا لو طولنا ناكل القشره كلها بناكلها، بس انا بتكلم عامه لو عندك ضيف او كده، او بتقطعها لابنك او بنتك عشان ما تبهدليش نفسك ما تبهدلهمش معاكي، ولو انتي بره في اي مكان ما تتحرجيش. دي كانت النهارده، الفيديو كان بسيط وسهل. لايك وشير ومشاركات كتير، وشجعوني عشان انزل وصفات اكتر واكتر او انزل افكار اكتر واكتر. شوفوا شوكم بخير، وباي باي.